برا. وعليك السلام ورحمة الله. مرحلة بري مثلا كمال إيشي كده ما عنده هو في بي أكيد بيفروشين على الحراني كده وشيء كده بقى عنده كحراني يجي إجمالي بيو 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 ما عنده هو بيو علمي كان يفوت يعني وعقل في زابية في جناح بارا بينا وكو في شكل دروس تبي فروشة قشية ما دام ما يقشية كده بيفروشة إسمادي كده ناكو حرام حرام نعم نعم حرام باش أخوان باش أبرزك إن شاء الله خوبان دست يبكين قشينا كيف أبرك قشينا من سأل على قول تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعلى المولود له وما أرسلناكش لا فرا صوصنا يا صوصنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله أجمعين. إما باسي قاعدة لغوية كان أبوين يكن باسي قاعدة لغوية ما قلت دلالة نصة وثمان دلالة نصة وبشوار بشوار باسي بشي يكن ودوهم ماكر كم يعني وثمان شي ودلالتي عباره وانا وبرام ودوهم شان باسي شي ماكر إشارة النص ماكر كوتبان بيتيل دلالتي إشاري واتا آماجا لدخكا وآماجيك هي كمعناها كدخكا هذا الزناك إلى خدي عبارات مدى السواجة كان بلا مواتي يقين لدخكا ومعناها كتتي يقين جاء فرمين نمونوكو مثال هذا القول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف خواهي قرر باس يواكا أواني كوا مولود له يعني أو كسيك من علاك نسبة الذيب ولا كباوكا مولود خو يعني لدايقو له يعني بو او يعني بو بيت دعيس بين النسب غير اوتو معك لري همي كيله ما كخزانه هنا خزانه كي دواتر من علي او خزانه كي من علي لدايق ابي خدي من علي نسبتي ولاي كي دري ولاي باو كابو او مولود له هو لدايقوني امن داله بو كي بو او النسب غير تو بو او جا خوا فرمي وعلى المولود لو لسو كسيك من دالك أقرته بوهو چي لسر أو هير رزقهن وكسوتهن بالمعروف روزيو وهروها بوشايكي آفرتان كدايكي مولودة كانن بالمعروف بشوازكي عرفي شوازكي جوان جزان راو كلام كومغيازان راو أبي أو دابين كابي آفرته لزميني بخيوك دي من دالك كمن دال بخيوكا نفقل خلجيكا شليتي شهي من دال بخيوك دون ودايكي وخوادن بوشاكي لسر كيه لسر كسر باوكا كيه كأبيت باب بو من داركا إسا يفهم من عبارة هذا النص لخدي دقق بخوينه مثلا آوك وكو دق بخوينه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف أو سيدي كين لم لخدي دستواجه كلمة كان شي تيه كين يعني أن نفقة الوالدات من رزق وكسوة واجبة على الأب كوابو خلجي داي كان چه روزی کانو روزی خوادمانی به چه پوشاکی دسته که واجبه لسه باوک واجبه ولی انا لان هذا هو المتبادر من الفاظه المقصود من سیاقه چون که اما تایا لخودی لفظه کانو مبسته کلیتی اگین و هر وحابو هنانشی خواهی گروه بچیم دقینا و تاپی معقوله و باوکان لسه واجبه نفقه و خرجی دای کنم کشن دای کنم کنم کشن بلام شگی تری شهلو پشتی اعمو ويفهم من شاركه ويفهم من إشارته أن الأب لا يشارك أحد في وجوب النفقة لولده عليه. ليش هذا سكير كوتي وعلى المولود له؟ أما جش من بوكا قال بخرجي كشاني أم باوكا لبو من دالكاني كذا قال هذا نبته هالكاري. لسه وقتنا سر واجبه. لسه باوكي بابي واجب نية. لسه باوكي كبرى واجب نية.
لسر خالي واجبني لسر مامي واجبني كيجني هنا وكيف تباب او يا الخجيب كيشه نبي ولا بلا بقوا بعد مني ما كامد من نمو باو واجب بم خرج كعبه خو بيداكي اما مش بان بيلك او دق اما جاك ابو لان ولده له لا يد غيره تقدر نابك ابو كيريس بدريل تي على المولود له هنا تعبو دوكا ستا دوكا سيا هاباش بيه دو باو كانيه دو نسبينيه كابو والابو لو كان قريشيا اي لو كان شي قرشيا يا قرشيا والام غير قرشيه اي قريشي مثلا يا قرشيا والام غير قرشيه خبي قريشيه كبه قريشيتين يكون الوالد لابيه فقر فقريشيا لان ولده له لا لغيره اگر مثلا كابراش ديكي مثلا هنا خلقي مثلا قريشي بيعفدك قريشين او مثلا حشدك تربو تو مثلا جنك هنا وخوت كردي مثلا جنك تركا ايا من دعوك بو كي بيت تركي بيت كرد كابو بيت كرد بيت تابع نسبك اي شيء نسبك اي كرد شو قد دايقك ناي غوري كابو لسد دايق نيه خرجي كابو من دعوك ونا فقر سوا دايق واجب نيه الاسا كي واجب الاسا كسي كاو نسبك لسد دايق يكري كابوك انا فعلا اشارة النص لأن أعماجتك كوال يقول ما داموتي وعلى المولود له رزقه لنسبة دابة لأباو كوابو حتى انها باوك بخرجيك دايك أقد دولة ما نجبه بارشيها بهج واجب نستشاني بلا والله خرجيك بو من دابة باوك بيجاك باريخ ويدانا ولا قاسك يا وصنوك يا سيديك آوه هجواني شو باوك نايا بلا والله أعلى وخرجك بلا والله يقول فاني خو خرجيك أقل خرجيك بقرض بخرجيك أما مسألة كده شي آية يعني مثلا كسك دايك كجابي مثلا باو كجابو يا حدو كان نتوابن اما تاسي ناك هذا السر او يكبلن دايك السر واجب نفقي من دارك يبكش وان الاب له عند احتياجه ان يتملك بغير عوض من مال ابنه ما يسد به حاجته لان ولده له اشتقي تريش معنى مثلا هل اتكاد ولد جديد كفرموا على المولود له رزقه وكسوته منه كابو اوج زنگر هات هر كات باو بي سي هبو منالكي دولمن بو خويد فقير بو او بو هي به پرسكيد منالكي او كه منالكي هي دي بي باو خويد بلان بالمعروف چن بي سي بي دي مال منالكي بو با به از فاصل چوكه له هو قافه مع له مولد له رزقون ما دام له هو او منالكي هي او كابو او كه خاونيتي اتوانه تصرف كان مالي او كسك وا خاونيتي ويك اعتمي على المولود له رزقون لا مش معناها كي تري اشاريه دي سنه واش تيجي كابا بيبي مثلا بيبي هيج بارو داناني ولا لا بو كركم باري دمي يا شك بو شي باري نهاتي كرك سياري هي باو كي سياري في سج سيز لا با كربوني ولا ولا باو كبو كي بيتو خوم باري بيا ولا با سفر بيا ولا هم خطو شل هيشي هري مني اتوصل كوري مني دي كابو مالك شي همنا ولانا ولده له فمال ولده له كابو كرك خوي خدي كاب مالك كرك شي شي هري باو كيتي باشا عنده معنى لك يور قتل عنده معنى لك يور فيبين وإنما فهمت هذه الأحكام من إشارة النص عنده أحكام دو حكم لك يور ما قلنا لنا لإشارة نصك ونقل خدي دخك عبادك أواتي أنية بلان وادرك يور بمعنى أواتي يقين أما جيك من بوك ولأن في ألفاظ النص نسبة المولود لأبيه بحرف اللام الذي يفيد الاختصاص شو كبو لدخك أتنها أو ما عندسك ويكا لدقك نسبة داني من نارك دراب ولا يباوكي بلام حرف لام لام لزباني عربي حرف جرى أم حرف جرى كبكاري كم ولا معنائه يكي كده معنى كان تملكه ملكيته إسلام السلام يقول المال لفلاني ها مالك ملكي طوان كسا يكي كان اختصاصه تابد من دي النحو لفلان معلم النحو يعني اختصاصي كيه طوان ما مستعد تولي والله نع جدول توزيع كلمة مكتبة ماذا كان دارين كاكا النحو هي كيا يفلان بوشي على ملكيني على اختصاص كيتي شو نحو نايل الملك اختصاص لا مكلي لا مشيا لا مختصاص ده خدي أم لا مكلي لا هن روا اختصاص يعني تعب من دي يعني أم باوكا خاي تسلب كدن وخرجي كدن خاص لابو وأم من دار خاص بكيا بباوكا خافلوا على المولود له جاب عم تملك من اختصاص هذيك كان يعني وهذا الاختصاص هو المعبر عنه في الحديث
أمر تصاصيك في غمري قال فرمي ذكاء تعبيرك وفرمي أنت ومالك لأبيك تو مالك شهريك يا هري باوك تهات لحيثك شعفة ما فعشان في غمري قام فرمي ذكاء شون فرمي خلم آتو ديك شوال كفرمي على المولود له رزقنا إن كاو أنت ومالك لأبيك ومن لوازم هذا الاختصاص ثبوت هذه الأحكام كاوك اللي في ساكاني أم خاص بناتي أو جينا محكمة نبو جيكيد لي أما قال دلك خاصة بو ومن دلك خاصة بباوك كوا كاوك شي خلاص من دلك باوك كير فهي أحكام لازمة لمعنى مفهوم لمعنى مفهوم من عبارة النص وغير مقصودة من سياقه كاو أم أحكام أنا كوم الأحكام في بيستن لازم يعني والجراو عند معناه كي والجراو لدقكوا لخدي عباد السواج كانوا بلام لا أصل لهنان دقكا مقصود نين فيقول أصل دقكا يبقى معناه هنا هو معنى دوغ من معنى زيادة كان ولذا كان فهمها من إشارة إلى معنى لبر أويك تيجشني أعمل نام النا دلاتي إشارة بين العبارة كخدي السواج كأو تيانية بكل السواج كوا ورما قتوا لري أو حرفاني كهوت بان له هو كمعنى كمان تيجينه كاختصاص أو عليه أما معنى إشارة جاب زانا سافا سيما لدقيقة سيما معنى ولد ورق نيكي كان عباراتها دواني على عباراتك بدقت يعينيه طالما بمعناها هي يلا إشارة أما يكاو بوصل مجتهد قرنجا يا فقيه قرنجا بعربي بزانه كوتوانا بي أو كسي اجتهادك للفقه الإسلامي فقيها يكلم الجسريكي كان أبين اللغة عربي بباشي بزانه قواعد نحو صرفك بتابتي فألا معناها تواني استنباطك على معناها أنا في سأل معناه كلمة مورما قال حم حرف لامية أو رجمان في هذا الحرف ما لام كنا بواو لقاء مولودها أو معناه ما دزناك أو كي سأل من بعض ما كلنا نمني كتر قالوا تعالى في بان من لهم نصيب في الفيء خوي قرب بس يكسانا كمثلا أجر هاتو بشي عن هي الفيء في أو معلية كذا سين مسلمان كوتوا ولا عن بشر دس يعني كوتوا كده مثلا شين بود جنگو أو أنا خلقی که اون دوز میکه بزن برام برکت شونه که سوال که ببی و شریل قلاب کی؟ اوی که دست که ول دو دار پیلان فی، وقتا اوی که دست که بشار پیلان غنیمه، اوی ببی شرایطی پیلان چی مالی فی، مالی زیاده که ما و توانه یا بجی ما ول دوز میان که بجیانه شونه هم بدون رقاب خوانه. اوی که ولی گیره دست که ول لیستام دعوش کری نکری مثلا هر وقت حکمت صرفی پی و آکا بلند دعوش نکی بودی هریک داره چونی دعوش کار. فرمي للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا هذا قال فرمي بوكين بو هجارانا كواكوش يان كدوا أواني كلمار ودسان شويني خوان وسامانيا در كرابون واتما كيكان كان يرانا مدينة أواني كمكان شوال كدوا إساكا توشي هتشيك اللوان قد دو دجمنانا كبجيما ببشر أو كبشر ولا جيري وحقي أو مجاهدان كشركا وی بیشتر ولی گیراوا، ابی پیش همونش بسی اوکسانی لیبن که وا بعضی انداوا، بعضی مال جهش نو در کدنو آوربون، آمریک. جا فرمیه یفتغون فضل من الله و رضوانه، شو که آوانه که در کلام نصر مالی خوان بوجی هاتون، خوی انتوای نگاه قرشه کان صلح کانو ریب کلو خم دعانشی نصری خم کذا کدمو کاک محمدی چیو دینی چیو، وانی بیقرا دعانشم، برای یفتغون فضل من الله، آوان. ما بس يعمل الله إخواني هم الجوريان دس كبه هم رضا ما دي إخوان دس كبه لبر أعوب أوشارو شاروش جهات إخوان بجهش مال إخوان جهش توا أبي إسلام مسلمان بوا الدنيا بوا تعبيس كانوا أو أجل قيامته كان هيش كإخوان ودا ناود برامنا بلا الدنيا شاب وفاء بن بران بريان لذا يفهم من عبارة هذا النص استحقاق هؤلاء الفقراء المهاجرين نصيبا من الفين لا خدي دقكود لو ما دستكري أجد استواجكان سيركين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ألا موشيتي أجين يعني أواني كفقير وهجار ومهاجر بشي كان مالي فيئه لمالي دسكوتي بيشره بشي كان أبا حص حقيقي مدان راو طلا همين أدبوان بشي كدبوان طلا ما يفهم من إشارتي أن هؤلاء المهاجرين زال منكم عن أموالهم وان دست داد دوست داد داد که بمان که بوی که آمانه پیانه دین چون که فقیده مالیم پیانه ماو خواهیگر دوائی فرمی الَّذین اخرجو من دیاریهم و اموالیهم دیکا آبو بوی مالیم پیدن چون که اموالی خوان لیسن راوه زائیل لدسیانه بوی که تعویزی هم بوکه نوانه اما یکی که داتی شاری دکه
التي تركوها حين أخرجوا من ديارهم. وكمان كذا كلمة الإخوان بجمع هاتن إيش أنا الإخوان هنا؟ لأن النصح عبر عنهم بلفظ الفقراء. دقيقة وفهمين فقراء. كوتي فقراء يعني كسك كهيش نية. نيجوا مساكين. فهمين فقراء. وشيء فقراء شيء جينه أو كسك كهيش نية. دعاء وصف بوهنا أو فقراء كين. حال قلتي فقراء قلت معنى كذي على فقراء يعني كسر هيش نية. كشيء دعاء جفمة الذين أخرجوا وصف عن بوهنا. بأنهم فقراء ويستلزم لا تكون أموالهم باقدة على ملكهم. تقول أنا ما سواد لك هيك بما أو فقراء لكن أوانا كأوان أصلا مالكان يعني نما أتوا بس ملك إخوان زم ملك إخوان نية يخو كتيرة بلى لا تشوين إخوان مال يعني نبو سامان يعني نبو يصير يعني فقير. أقول جل ما كيا خواني بابا خاني جوروب بدكان يباش ليه هو بكسر دي باش بس تكالوت المدينة أصل المدينة هي فقراء. هاد كابولا أوم كسانة شيء أجر إخوان لشوين إخوان دولا مندن هاتنا ولاد كتير بفقير حساب أنا كين باخواني ما أبغى صار ما نجم لوش بعدها. أجر هنا بيجي أو أجر هنا بتي بشي خوي هبي وجاء. بس أنا تركوها أخرجوا من ديال مو أموالهم أو إيش عم بيجيش بوا. أجر هنا بيجي وش تقول كتير. أي طبعا بس هو ذكر أو بخواسي خوي ناتو. شاءت المسيح أوانك الفقير من هاتم يا معلم هنا طبعا في عنا هاتف يا وانا بالا قربا فهذا حكم لازم لمعنى لفظ لمعنى لفظ في النص وغير مفصول من سياق النص أعمك يطمع حكم لازم معنى دقكية وشكانك هاتولا ليه وديقرين بالعام ده نصا كان مقصود نية نهن راه دقك أبوي باسي أببكا هن راه بلا فقراء بشي كان لو في آهي أما عن بعض كوتوم عن الملك ملكي أنما هو سامان أنما هو بوان تحويز ذكين أو معناه كي إشعادية معناه كي صريح نيل اللفظة كوت نونيسيهم قوله تعالى فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر خواهي قراء فميلي عن ببورة داولي بالدنيا بوكيا بوكيا ودواتو لكارو بارشتا رابيجي عن بيبكا يفهم بطريقة الإشارة إجابة إيجاب إيجاد طائفة من الأمة تمثلها وتأثر في أمرها لأن تنفيذ الأمر مشاهدة الأمة يستلزم ذلك وتستشار في أمرها لا من جوان درناك ينازم لأن تنفيذ الأمر ومشاورة الأمة يستلزم ذلك لما أتاك أخوة فرمي فعفو عنهم واستغفر جعله وشاورهم في الأمر بأمر فرمي همشي أمر يعني كأبو بإشارة خوي لا تكاف سيرشي تاعه دعوالي بالدنيا ليان ببورة دعوالي بالدنيا بوكر للا إخوة يقولوا مشارة شان فيبكا ما دا إبادتك آواهية بلان بإشاري بمعنى لي كأبو أبي لهر سجفين كأبو لهر جيهان العالم الإسلامي لسدام الإسلامي لهر جيهان كأبو أبي رئيس الدولت كومو لخلق مستشاري هري نابي بمستشار لخوب ريربا أبي طائفيك بياك أم طائفيك تمثيل أمتي إسلامي بك وهر ولا كارباري كاركانيا أبي مش رايح جنب يبقى أما أمريكي شارية بعدين نصكانا خلنا في يسكا أمة الإسلام اللي هم وصل كديك أميها به بعدين بإشارة تيجين شو كفي على أمري ده الله ما دام أمريكا بفي أمري هو الشاعر في يعني كابو همو أميرك في يسكا لبريارة كان بيا مشاورة هيش بريارك ندا كلام دلالتي شارية نونيجتر وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوح إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أفرمي ببي غمر إخوة أفرمي وإما لبيش توا كسبانا نادو أواني كنين راون كومالا بيواني بون نوح إليهم وحي ما بو كردون كوابو أغاتوا بو كبلين بو تأكيدي أما تشيك فاسألوا أهل الذكر فسياك لو خلقاني كشارزان لم يجول تاريخا إن كنتم لا تعلمون زان أوان فتا نارن أواني فيشتريش هم يعني هل إنسان بنو وحيان بواتو ملايكة نبو نيشان طبعا بو أولي كمسلا نقول بي بيغمر ملايكة بيو نعبي نام خواهو نعبي بوازار عبقاري ونبي خصائص إلى إنسان نشي خواهي قرار فرمين دي سلنجي أو كاني فيشين اشتعن بن هاتشي بيغمرك هاتو بو إيوة همي بيوان نبون همي شان وحيان بونا هاتو دفصلوا أهل الذكر ورب سر خلق زانك كان إن كنتم لا تعلمون أجل ماذا لم أشيد لك بإشارة طريق بطريق إشارة إيجاب إيجاد أهل ذكر في الأمة
أبي لنا أمتها كمال خلق هبن بوتي بأهلي ذكر يعني دائما شعر الزابن وعشنا من بتاريخ أبي جو ورا بدو ما بيجي له يقول مثلا بلا الله راب دو تي تعز الرشد بضع ما بع ويك الرشد وتر الرشد ناكلي وعليه كان بيه ما لي نكت شو كبش كيزوري يعمل معلومات معنا من جو وتعني عندي في رأس كده وصلاة فاتحة حش في معنى الله كذا قال مي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ها صراط أواني أنعمت لبيشة كعوها لصورة فاتحة ما نجرته بتاريخ أبي صراط أواني خينو كأنعمت كينا وانا ملائكة بيا صالحانا بيا غمرانا كعو في سكاجاني ملائكة خينو بوشي كي بوشي إيه كلا أصلا عقيدة دبراو من ملائكة شو كجاني ملائكة يتبشى كمي سفادي ليك أم جاك ولك باسي أنبياء برابون بنبي إيه كلا أصلا كان إيمان ما شو كصراط الذين أنعمت عليهم كلا وانا أنبياء أعتقد وايد تفسير كدوة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأولئك حسن رفيقا هو أنعم الله عليهم أوانا يعني لسوري فاتحة شهمان أما جاكا بويكن ناقون جي إما باش تاريخي خومان تاريخي بيشين من صفر كن تاريخي بيشين صفر ناك ليه بلان إسفادي ليه كلي ليه ده شلم عياتي بما عليك أبو أهلي ذكر في إسر لأمة الإسلام طبعا أهلي ذكر لها تكاكا باسكا تناوني عالم بيه حتى نعرف أن وارك وملك تبخ وأنت بأهل الذكر بتواني ربطي إستال قل دع رابو دوب بدها تبكى أهل الذكر أوي عشناي أمي إستاب وآين دشتيه بلا قل دع رابو دوا في كل كيان با نقدر نعبز معلومات سد كده بيكو حكى اللي خوينته هو في دعوة أهل الذكر وياك القرآن يوتو أهل علم ليه لا أهل الذكر من أهل الذكر أو أنا كشتيان ليادة وأشتوان لم رزقارة على سبب هنا ستعزك أم سدما بيجرن ربتي كانوا بيأسوا بعد بعين دشوا هو أهل ذكرن أقدر أشنان بواقعك نمنا لقانوني شامع مصاه نايتي قانوني عقوباتي ديالي مصري ديالي نمناكي مصرية على المرأة المتزوجة التي تثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أقل عافتك مثلا شوي كدبو دوائي جيجير بوك أم عافتك شوي كدو زنا شي كدو دائن بيسي كدو عقوبة كيش هي على سجن كده بند يكين لدو صال زعتر نبي مع شق عقوبة كيف ولكن لزوجها أن يقف أن يوقف تنفيذ الحكم برضاه 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 شيء برضائه برضائه معاشرتها بلان بوم يذكي هي تنفيذ حكمك الرابق لي أجا مثلا راضي بهم يذكى لقال يا بجي معاشره يبقى وتلا قال ها وصل جيب كات وقع كي يكون ولا يخون مطازة سزاي مدن بجني خون قبول ما أتمنى أحب مرة أكله يستعمل معدي أواج يعني أجا عافته مثلا زينابك أواج مثلا سزاك يدي على كشيا وعنا وعلى أن الزوجة الح إيه لا عنا وعلى أن للزوج الحق الحق في وقف تنفيذ هذه العقوبة وعلى أن للزوج الحق في وقف تنفيذ هذه العقوبة ما مصالح سلم لب قانونية ودرك مادة أجينك على بعبارتك عقوبة آفتك أو كزنا كاس زايدين وما يدكش يبوه هي مثل عقوبة رابع سنة أو كعبادك وغيره وتدل بشهادتها إلى أن زنا الزوجة ليس جناية على المجتمع في نظر الشارع المصري بل عملك دقك وواو لكن إشارة يعني الزنا تنها جنايات أبو حقي من الدكانك وحق المجتمع تنام تانكري برامبر كي ما في من الدكان تانكري نية برامبر ما في شيء كومالقا طبعا أمال ديدي داناري ياساي مصري وعيا وإنما هو زينات معلك هي زينات على الزوجي بس تنها هيرش كدني أبلان دان بي سي برامبر كي تاوانا برامبر من الدكان وهذا لازم لإثبات حق إصحاد عقوبته للزوجي بس يا زاني من كأم معنا ما وقتوا أو حقك في دوام يدك أبوي حق عقبك رابع وسنة. وجه حقي يا جو ديالا أو في فراشي أي بيسك دوا صار راضي وبيسك لك رابع بجي دفع براتو بلاي. إذ لو كان جناية على المجتمع كسرقة ما ثبت لأحد حق ما ثبت حق إسقاط عقوبته. خو أجر مثلا أجر مثلا بون من جناية وابن عمل كمالجا وقد زيتي أو جي كدنا أبوي هيش كسر حقي أو كشيبك. لا يبرز سزاك لا يبرز كذبينه شكو برامبر كمال قكره
كلا نظر إسلام براسي خوي دقة شر إيكشة بجينا عدنا برابر مجتمع والله هم مجتمعنا برابر أو خيزان وعائلي كوا دور زيكا بويكا سزاكا كذي بجيك ذي لكم الجاب عام جب بجيك ذي سزاكي لو دمي كمال خلك برابر كسرين كده عن بي سي لش فروشية كان تكراري أو شاعر كان ماذا مثلا كسر جاري جا كبيتي يا دوجا كبيتي أو أنا ترى ذيك أو سماحيتي على فيق إسلامي شاكا وتشوف وشيء عندي كلو شو دلهم دقي خوي بيقرأ عندنا أو قال عفته مثلا كذي بلش فروشي بوا باند يا كذي بفيشة أما أنا سزاكان سزاك لو دمي كمال جاش وكده وكسر كيشب بدروي خزانه بدروي بنا مالا شو تناو كمال جا هم يرو شان هكستي وعقلني على هذا كعفمي لجب جاكنا كعباس يبوني خلق كلا تأخذ تأخذكم به مرة أخرى بس أول موضوعيك قبل أن تكون جماولة أو سزاكت تأخذ تمير بيبزاني حق تحدى وصل حق جماولة كومالكا سزاكت نعمل دنا لي خوش بني كس بني لي خوش بني كومالي لخلقة جاء مثلا أي طبعا إيمان دار لخلقة يعني وانا كلا مجتمعة بعد المجتمع الإسلامية كان يجي بجيك لي كومالي خلقة عشنا بيه بزاني بوي إعلاني كان كولا أم عقوبين وكسد لا ولا سأوف الزاكيد يسار راجع عندنا يسار راجع عندنا هي وايد هذا وقتها هم كذا يسعني إيه نمونة جديدة مثال من القانون المدني الملغى مادة صو بنجاب بنج يجب على الفروع وأزواجهم ما دامت الزوجة قائمة أن ينفقوا على الأصول وأزواجهم الله لما ديها توا في يسال سر فروع واتن من دالا كان وهروها مجنا كان يعني ما دام بدنا مداتيان بدوامه أبي بين خرجي أصول باكو بابي يعني كان وهروها خزاني باو بابي ديشان أكى باكو بابي ده عندك إخوانا باوجيني شان هبو يعني باوجيني تري دوم سامي أنا هبو أم من دالانا وسأنا واجب خرجي هم باكي يعني كان هم مجنا كاني باكيش أسلم قانونية مثلاً أمن يسايا يعني الله من دال سري واجب نفقي باوكو بابي دي خويبكا هي خويشي بابي دي شي ويج نكشي جاش نكاي كانن كي بي اداي بي اداي كي خويب يال شي بي جني دوام بي مثلا زرد اي كتي بو نمونه يا ما ديك تر معنى هيك على تقدير النفقات يكون بمراعاه لوازم من تمن تقتي تقف تفرض شنو استوى من تفرض له من تفرض لهم إيه؟ ما تفرض عليه. بله. أخذ يكان هي. بمراعاة لوازم من تفرض لهم. أو تجنوا زلاوة. ويسروا. من تفرض عليه. ويسروا. من تفرض عليه ما سواه. خاطر كده واضحني الأمين طبعي من الناس أبوه هاي. يسرني ما سوي يسروا. آه. يسر يعني اللي عسر. تقدير النفقات يكون بمراعاة بمراعاة لوازم من تفرض لهم ويسري بلى ويسر من تفرض عليهم ويسر بمن تفرض عليهم أبي يسرو بباشا يسرو ويسرو بلى من تفرض عليهم نعم بمراعاة لوازم من تفرض عليهم ويسري من تفرض عليهم وعلى كل حال يلزم دفع نفقات الشهر بشهر مقدما تقدير نفقات شو خرجي كان مثلا بود من بود دايك كا باو كا شو خرجي كان امن على شو خرجي باو كيف كا شو خرجي دايك كا شو بدي عليه كده بدو شي واز يا كم يعني حاجه كسي كا بيدا باو كا شني في سما غانا زنا كي شني ابي او حاجه وان دوهم يعني يسري من تفرض لهم او كا عليهم او كده سي فرض لا شنت وانا ابدا يسري يعني شنا بو هي دو توانا کی او چنه خو ناګر مثلا سم کور فقیده بولای مالا ته مانګی میلیونه به باوک کده کده هاتی خو 500000 وانی یخو فقیده 500000 500000 هبی او میلیونه باو باوکی باو باوکی لګا وسنی دایکه کی اجنه کانیا ای چی بخوی خادم نه وکانی خو بخوا بو یکاو ام تقدیته من نفقره به دوستا کړی حاجی باوک دایکه زایدن دهات او وسلی من تفرض علیهم توانه اونه که رسالهن فرض کرده زنی چنه توانه همان بیدا نسبت دهنده مثلا بونونم باوکه مانی 400000 پس به خو خزانی امیش 500000 دلم 400 مثلا 500000 توایم بلند 200000 بده کی دایکو باوکه
خسته صیشی با خوب نگاه کنید. اول نسبتی با دیاری که با شوازد. ام جاگ کرکت توانی امت ریخ دارین که الان با کسبت دارین که باشه. ولی نه توانی بله ولی شوازی بله و صی با خواه کرده. یوسفی من تفرض و علی کلی حالی جهار سونی که آن به پیوست نفقه کن مان و مان بیدعت لپیش را هم مان پیش مان که به ام کره بیدعت که بباو کی خود. اما دو ماده هدی که مثلا چی کردن بازی نفقاتن. ب لا دقيقة شيء ولا قليل يفهم عبادة كل مادة من هذه المواد حكم موضوعي من أحكام النفقات لذا دا مثلا شيء ما وقتوا حكمك بابتيه لأحكام كان يخرج كدن في معنى الله بابا يعني أبي كر من دار نفقي باوك وبابي دي خوان كيشن إيش نكانش يعني وأجل ديالك دي ونفقات أنا بقولي دا هاتي كركو وهر وهر خرجيو بذلسي باوك وبابي دا كيدي باشا بلا ما يفهم منها بالإشارة اختصاص المحاكم الأهلية بالقضاء بها. كما دام باس التقدير نفقاتي كير أبي كيم تقدير بكا بين بعشاري بكين أبي حاكم بكا كعودة لو درسة كير وما أنك أما إشي محكمة أهلية أبي محاكم أهلية وتمدني يعني قضاء عسكرينها أبي بيعو بانيانكا هي باوكا بجوهي كراكش فيها كوا خرجي كاني بو تحديدك بله انتو من انا رول اگه انا ببم باپی ریخو ببم باوکی خود بسره پیست رو ندفع که لینو یلزم من النصی علیها فی قانونیها وجوب تطبیقیها جایگا شکر دقیقا اواغر که ابی محکمه جه بجه که ابی امن جه بجه ناگر خواب قانون جه بجه نکه واجبه قانون که جه بجه که فهذا الاختصاص معنى لازم لورود هذه المواد في القانون اما معنى تابتی که الله اختصاص أبي جيبا جيكا خوام جيبا جيكا كيا جيبا جيكا محكمة جيبا جيكا كيا جيبا جيكا أبي محكمة جيبا جيكا خناش كابلا أكو عشاري جيبا جيكا داد قا قانون حكومة دنيا كيا قانون دعوة زينة محكمة دعوة زينة وغير المقصود من سياق المواد فهو مفهوم طريق إشادي دي خوام اختصاصك على المحكمة أهلي في سامي شبكة أما الدقيقات يعنيه تويتي وعلى المحاكم الأهلية دقيقات يعني نيو تدريش عنيه إيه بس يور مانقتوه که که لبلاه چون که اما قانونه قانون که داره بسینه حاکم او که اشارت النص و کثیر من النصوص القانونیه الوضعیه تدل بعبارتها على احکام و تشیر الى احکام که بزر لدقیه سایه دن را و کانی دست که دی انسانی به دست واجه کن حکم که گیانن با اشارت کشن چیه که حکم که تیره گیانه و هذا ما يعبر عنه رجال قانون بقولهم النص صریح في كذا و يؤخذ من طريق اشارت كذا أعميك في أني أثناء ظلنشي أنقسانه وتبعنا النص صريح في كذا عندك قانوني راس أخويا لويا بلان طريق إشاريك شيء عالمية لأن أم معناها إشارية أو معناها شيء راس أخويا على كابو مبسي عم بقصي ثلاثة إشارة ثلاثة عبادة كابو سنج بين هذا قانون يعني وصول الفقه لقانون شبه ما شو في هذا ده تسأل قان كل شكل قانونا وصول الفقه خبرة وكل مادة لما ذكر چون که او کشور تو تشریع اسلامی آپیسی پیدی، تشریع قانونش آپیسی پیدی. واجب الاحتياج في الاستدلال بطريق شرعي وقص وقصره على ما يكون لازما. وابرم لازما لمعنى معنى النص لزوما لا انفكاك له. أما مرجكيتي على كيت يعني معنى إشارة نظر قديم ولا معنى معنى إشارة أو نصية كيت يعني بقول لم دق آياته وعلى المولى له رزقنا بقول أعمى بإشارة أو معنى ما فيها جينة هل أخوات يعني مثلا بعرض خمان معنى داخل ولا معنى إشارة نعم الله في وسط بوبل هنا نوا بمعنى إشارة وهروها ورقتني أبي أو معنى لمن كلازما بس لزوم كده وكوشون طبعا عقد كده طبعا دكال يسأل لقال يدي أبي معناه أبي بيكو نقص قريد لابن ببيكتب نعم كده معناه أبي لور بيجيده نج معناه أبي بخيالي خم دايني بعقلي خم دايني ما هو ناجيده بلى الله وعلى المولود يرزقهن وكسوتهن أعلم أعته ولا قدم يعني كوابو باوك مثلا أبي كركشي هتا جورا أبي هل أول باوش بيجي أو هل قريد لقاش نكاج روشن بديدي بديني شو تدي على المولود له أما معناه كي لازم نيا شو كشديا هكذا نسبة درام ناو بلا بيك بكادا كواليشي يخوى سارقشي ألين هي تويا اي كما كوالم سارقا ناكا ما باوشم مرجنية وابي مرجنية كسيوتي عمالا باركي ايو دانا كيفاني شابي على بكوالي باوشي وابي
دبره أم معنى هاي لازمني ورناجي ليه يا والله والله مثلا ما دام على موجود له رزقه إنه كسب كاو مولدي أو شورين يجلي من على كانوا خدي من على كاو بوش على كشيء باقي بيشواده المعنى إيش معنى هاي لازمني شو ما دزينا كسرش تيك يا هو أقول جه سعر مثلا لا كابلا أبو مشواده كي واجب من بيشواد بخو اما نه همیان پیاده بالا معنای اگر خو اگونجی اما به عقلی خو مالی کدوم بالا معنای چی نیه؟ اشاری نیه. معنای اشاری که پیوست من که بکنم بالگ طریق اشاره جوهر و آوری کدوم؟ ابی او معنای نبین که لزومی تیاره لازم وقت پیوستن لی معنای معنای نفسی که لگد دقیق لگد دقیق که معنای دقیق که پیوسته پیوی لاین فی کاکل او لی جنابه تو. او بو او جبه او نبو او نابه. آگر بو دوکا دوکا نبو آگر نیه. لأن هذا هو الذي يكون النص دالا عليه. شو كأعمالك لن دخلك إيجينه. أقول أنا بقى عندن شيء. إذا دالوا على المزوم دالوا على لازم. شو كقاعدةك معناه. هالشيء مزوم جين لازم جاينه. هالشيء بالجبة لسر آجر كدوكلا دوكلاش آجر جين آجر دوكلا جينه. هالكاد يقول بان تقنش أنا بلسر بني عقلك وانيا كأو عقلك بالجبة لسر بني تقش. او تقعك اعواي مثلا بون دقاقه دا ابو مالك هنا بس نناشي اعوا كلام شوازات سيتشواز اعوا كا وكو كسكي عقل اما انا كبيوت لازم منظوم بي اعوال بين انا بيوندي هبه واما تحمل النص معاني بعيده اي تلازم بينها لا تلازم بينها وبين المعنى فيه اي بزعم انها اشاره فهذا شطط في فهم النصوص ليس هو المراد دلالة الإشارة بلام أجابت نصيك هل خلينا بارك نصر معناه كدور نصيك يا ما تحمل يعني باركين بارك نصر معناه كدور كلا بيني أنا هش في منديك نيا بين أو معناه ولا بين دقكيا واجو ما بارك معناه كإشارة من بعقلي خبدي تيجسهم أو بتنابي وده شطط هلا كدنا اللي تيجسين دقكيا هش ما بس نيا لذات إشارة نعم أو إشارة أو تنها هلا كدنا كأبو قبولني ويكه دمشا وصولي كان وتو انا زوجار هي كسلوانه تلاعوكا يعني كبا دخكوا بلاك ولا خو بعقل من واتي قبل ما برايم من امون شراتك يشادي ما باب جنزاني ايه تيوني نم دو معناها چنده وكل لازم مزوما كوتت انسان ابي عقلي هبه كوت انسان ابي نطقي هبه كيف تو انسان بتفهمها يعني كذا قال انسان يكسشي لازم انسان عقل لازم انسان كوت الانسان حاد لازم يدي كوت الانسان قصدا لازم يدي الا دغمن ليك الله ده شيء يجور غيره معني حي ويك الله ان انا هم لازم قال انسان بين خبنه ور بيت يا فريق خبنه من قبل قابل فريق خبنه بين انا بجيب له انسان شو قابل خبنه وكبر ده وكذا كوت الانسان ابي قابل روشن دي على قدمين که اون نبی الله نسخت پس شوال رواست و که برای انسان بشوال نیه تنها دوام. اگه اوت انسان لازم هناسبه، اگه اوت انسان لازم به چاو ببینه، اگه اوت انسان لازم به گیو بیسته. اما نه همون پلن لوازم انسانیه که پلن لوازم یعنی آوا که اجله بیسته یه سکه به خیال تاده انسان که به بینر که به خیال تاده بو که به کسات لازم الله بینرانی برد. وانیا بزن له خیال یادی. نه تنها بینیم در او پس انسانه یه سل لازمی بینیم او کیا روی به انسانه روی نو اما نه که پیلن لازم و ملزوم سهم جوری دلالت لقاعده که دلالت النص او اتمن عبارت النص معنه و اشارت اونجا دلالت النص زن دلالت النص یعنی چی؟ یعنی گیندینی دخکه دخکه گینه ده یا شارزه که من شارزه که اشناکه دخل اشنای دخکه المراد بما يفهم من دلالة النص المعنى الذي يفهم من شيء من روحه ومعقوله أو معنى يا كريكيو بديقرم لروحي دقكو وهروها لرويكي وانا معقولي أو ايكوا لروي عقلي ودقكتي يا قام كلمة روحه يعني نواخني دقك روح يعني نواخن ومعقوله يعني أو ايكوا بعقل ليت يجسون لروع عقلك وامجار يا مروع عقلك مثلا شو فإذا كان النص تدل بعبارته على حكم في واقعة لعلة
بني عليها لواقعة بني عليها مثلا بنونا أجرهات فإذا كان النص تدل عبارته على حكم في واقعة لعلة بني عليها هذا الحكم نص كمان هي دستوى شكاني لغزكاني أكالين قال فلان دل فلان أم لغزان كتياتي شي مان بيجيني حكم يقول نكاتو لرودالك طبعا خاتي هو كالك لسر او هو كار حكمك بنيات كراوة طبعا خاتي اعن روداوة أم هو كار ابو يكام ريال دراوة مثلا بو نمونا ألين زكاة بيويست لبزن داو يا لماد دا بو شو كالبال اوي بدمي خويا لوري أنا دقيقة حتى فقهاء أوائي هنا في الغنم السائمة الزكاة أجر حيواني ورد بدمي خويا لورا زكاة يا واجبة إساء بريادان واجبوني زكاة لحيواني ورد لسا شعلة بني الغاوة دم لوري بخي بلوري لدروا نكابر عرفي باتي بهذا جرو وخيري كان أما شيء أما نصيك معنى هي تدل عبارته دستواجهك في معنى قلنا حكمك هي كعشي واجبوني الزكاة لواقعك كشيها غنمك غنمك كان شيء علتك يعني بواجب الزكاة وكل دم لورن خوان ألا ورن باشا ووجدت واقعة أخرى طبعا لها من كتار رداية كتريش معنى هي كعرام معنى هي غنمينية معنى هي وشتري هي كل النعامية باشا أوانيش بها معشي وتساوي هذه الواقعة في علة الحكم لا علة حكم كان يكون يسال بدم إخوان ألا ورينو بارا أكانو مثلا كوك بزنكش بارا أكا بس دو زيادة بارا أكا آية دقيقة الله في القرآن الإسلامي الزكاة يعني كوابو تنها بس لحواني ودي دم دوراها يعني اللي قبل كاية الزكاة نية يعني لقايا نية لما نية الزكاة واجبنا لو اشترى نية أما واقيني أو هي أو لا منها يا إلا تكلم زوز زيادة لما نقايا إلا تكلم زوز زيادة كبدا من خوال رشتي زيادة بالي زيادة لجكا أقل بزني مثلا دوسكا ما نقايا سيقات واسقا بيقا كابو أو لا ترى لو وهذه المساواة أو الأولوية تتبادر إلى الفهم بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد وقياس أعم يكسان بنا يا مثلا شايست بني زيادة إحسان مش إنسان أشقيه ببيعه توقري بو القياس أو أنا هل بتيجش إلا لغة على بك الزين على بك اللي حالبي ببيعه بيسك اجتهاد كيا مثلا بيه قياس كي فإنه يفهم لغة أن النصيطة ناول الواقعتين لدخلكو تيجي كابو هر حيوان كابو بخاواني دم لور بو زكاة تيا واجبة شو قابو لبر واقع كاو تو ديكا كاو إلا تكيشيها دم لور يكيه إيك أبو هر حيوان تول ما أعطاه أبو ملكي توابود لو نخوي لو راه زكاتك يبقى ما دام نصابها ما دام زورد وأن حكمه الثابت لمنطوق يثبت لمفهومه الموافق له في علته أو حكمه كواصاب جيجل أبو منطوق منطوق يعني كبد بزبان وثلاوة أو حكمه ثابت أبو إيك أبو مفهوم كلي ولا جيلي ولا مزمان وثلاوة بويك أما باش تبقى مثلا لو مفهوم منطوقة يا صاحبي الجوراء فلمي فلا تقل لهما أف بدأك وقت عن ملن أف بعشا يرى نهيك من هي نهيك راه فلا تقل نهي نهيك البوش هي بو تحريمه يعني حرام من دا وكان بدأك وباك يعني ملن أف بو إلا تكش هي لبل إذا عزيز داني أنا شو رأي إحسان اللي قرأك أنا أم إحسان نية ثانية بحش أما معناه بيلن شيء أما معناه بيلن منطوق منطوق يعني شيء ويك بد بنطق إيلد بقصك بنطق ده أعمي بلان إجر هات وكرك نقول لك إنه أخ بس جوني بيدا زليكي بياك يا شاح شقك يا الله أيا محرم يا هل أخ حرام قدك بس بس أخ فيتها أي شقتي الله ذلك دل ما ناني بينا دا باشا أجداو آباي دل بينا حالي بابا جوان دا جعن ناس يا وكين دلالة تشي كالين دلالة النص أعمية يعني أمدقى بمنطوقي بس بانك يخينا باسي أوفا بلان بمفهوم تيما نقينا كأجر أوف كمترين يدي
أو أن يتريان كلا أفز دار عزيتي أو لا تر حرامة كعوش اعتراضان هل زور حرام تر دل كذن هل زور حرام تر مثلا وأنا توك أجا أوفك تنها كلمة أو بير أو شيء عزيتي تيا ودايك وبقى أو حرام تر بيو كاتا أما بيرم تجلات النص يسكر أو يعني دقك لا فلا تقل له ما أوفينا بدلات النص بيوتين هرج ولا عزيت دانك دايك وبقى حرام وقوين ديك هي أولا تريشا هنك دي شيء بو شون كي جوين دانك و عزيت دانك تيهل دانك وفكان المستعمل لشي على عزيت دانك هم يعني لدك شيء أزادان دايك وبقى أزادان دنوزي إحساني بلغ راقي وبالوالدين إحسان أبي إحسان أبي هل شيء اللي إحسان در شيء التي حرام بولي حرام لك هي واضح أبلا كانم جاء سواء كانم ساويا أم لا الجا آية أوي كمثلا منفهومة كوالي أقرين آية إكسان بلغل أوي كمنطوقة كياخو مثلا أولا تربية إساد تيهاد دانا كده دايك باو أولا ترى لأفكا هنا بلان لشيها بلان فايق ولا فمنشي ولا تأكلوا أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا خواه فرمي ايو مالي هتيوان مخون بستم فرمي ما يخون ايقا قريب بيوانيو خواه فرمي ما يخون دخلق على شيء واني لا تأكلوا أموال اليتامى ظلما ايقا هاتو شقاتيك انتو ولا بعد شيء خونا مخادوا اگر هاتو مثلا نمخوار بخصب ناو آو باب فوتي باشا آیا امش حرام را دقیقا بلا چوکا لبرای الذي حکم قلی را واقعیك معن هيك چه کمالی هتیو خوادنی مالی هتیو الا دقی چه باشی چوکا ظلم هات چه برام مالی هتیو که ظلم بیا حرام ایتر آیا اکل بیا سوتانوال سوتانو خکر بکر که گوارا چی بی سوتن چی بی خون گرنگی ولی مالی نالا که دارا چه هدیو که دارا چه یک تان لیر دا هدیو کن او ایچان اولاتر نیا چوکا سوتان نکو خواد نکو وای فرقی چی تیا بردن مگرگی و تیا چه مالا بوی خواه فهم می خون یعنی تیا مبد اما لیر کابو دوشتا که مفهوم کل گرد منطوقه که من خواد نکه مفهوم که من چیه سوتان نکو تیا بردن که ایتی هدیو که یک تان پیلن چیه مد؟ پیلن دلات النص کلا مثال هذا قول الله قوله تعالى في شأن الوالدين فلا تقل لهما أف تدل عبارة هذا النص على أن نهي الوالد ولدي أن يقول لوالديه أف لم دقى شيء ما تيجي بدأ استواجه كيف منطوق على دروزنية من دال ببرام دايك وباوكي بلا أف أي أخ والعلة في هذا النهي ما في هذا القول لهما من إيذائهما وإلائمهما باش هو کار چی باشی مقصان پی نالین کار هو کار که اوتانه چون کلبر ازاله ندین و ازیت ندین و توجد انواع اخرى اشد اذاعا و ایلاما من التأفف دی کومل زور شتیت من هی جوری دی من که زود ازاتی ازاری شد و ازیت یدا لتأفف لأفک لأخ کضربی و شت میکول یدان و جون پیتان فتبادروا الى الفهم يتنا عقلي من وكالة أن يتناولها النهي أو لدانشو أو جوين فدانش النهي قريتو لحرام بولك هيك ثانا يعني حرام لك بجالي شكالة وشعي حرام بو وتكون محرمة بالنص الذي حرم التأففة أو دقيقة كعلي أف حرامة أو يشعر على شيء دي دانو تيغل دانك اش حرامة بولي ألا متوادر لغة من النهي عن التأفف النهي إيه شيء عما شيء نستوى عما هو أكثر منه إذاعا للوالدين بالأولاد عما هو أكثر شونك للغة العربية تيجي شو لنا هي كوا جن خوانه كلا أوفيا ككمتين أزالي تيايا يعني النهي اللي شكله أزاي زوترا واضح برا يعني النهي اللي كمتين شتك أوفا لو نهي بكاك لنا بكي برام دايك وباو يعني أول نهي اللي ويك الزوتر عزيز دايك باقو أو أبو أولاتر بالأولاد بطريقة أولاتر أو يعني حرامة باسي يوني ويكابر مسلمان بيها كابر باقو باسي خطاب مسلمان يا بلام بعام دايك باقو مثلا هدو كان قدري هي داي لا إنسان تببي حشاكين دايك مسلمان يعني باقو كمسلمان باسي هناك إبراهيم عليه
السلام بلى بلى. فهنا المفهوم الموافق والمسكوت عنه هو عند المسكوت عنه هو بالحكم من المنطوقي. على مثلا إذا كسنج بي أوي كمفهوم موافقة، مفهوم موافق يعني شيء يعني أو معناه كموافق منطوقة كيا. إما لما مفهوم أدو مفهوم يعني مفهوم مخالف مفهوم موافق. مخالف يعني دجي أوي كلا دقة هي. موافق أوي كهال حكمي دقة كيا. إذا أمانة كباس ما كده هميا هال حكم بوجوكا ليدانا كج لقل بابتي أفكايا يكسانا. طلع مفهوم مخالفة معناه. مفهوم مخالفة يعني أوي كدجي دقة كيا. شوف مثلا كاتك مثلا خوي يقول حيث جيت يا مالي خوي صلى الله عليه وسلم اويكل فرميه هنا عاتوه فرميه بس يجن هنا اويكل مثلا يجن بين دبي بارينيا فإن له يجاع حيث جيت عم بيدنيا وما لم يستطيع فرميه إيه باعشي وباتي باعكاكا فعليه بالصوم فعليه بالصوم فإنه له وجع بابا الرجوب يشوك الرجوب أوشيا قلغانا فما في مخالفة شي ولا قدين يعني أقب الرجوب نبي قلغانيني أقب الرجوب نبي قلغاني بيني كاوتوشي زناعة ها أنا كلا ما في مخالفة يعني هكذا أجد جنجي بيته فمن استطاع من استطاع منكم بعد فليتزوج ومن لم يستطع فإن له فعليه بالصوم فإنه له يجاع من استطاع منكم الباءة فليتزوج هكذا لأي وبعيها واتتوانين داري وسامان وجسيه باجن بينه باش ومن لم يستطع هكذا لأي وتواني أم بعين أبو فعليه بالصوم في سبب رجبو فإن له إثنين كأي كسب رجون أبو يعني بيجائي نيم أو كلام مفهوم مخالف واضح براكم إيه من إذا قال أما مفهوم كلام إنسان معنى له كلام مفهوم موافق بو شو كوي كمعنى كوي يقدين لدرا ويدقك كلام معنى السبب ليك لحكم حاوشاني كيا منطقة كيا أو كي يقان حكمك نقول راو حكمك عكس يكترني نو نقتل إن لو بس إعدك إن الذين يأكلون الأموال يتامى ظلما إنما يأكلون في وطونهم نارا استعمل دقتي ما يفهم من عبارة هذا النص تحريم أكل أوصياء أموال اليتامى ظلما لم دقوت يجشين كعلين حرام وصي كان مالي تي وكان خن حرام يخون درزنيه بس دام بعش ويفهم دلالتي تحريم أن يؤكلوها غيرهم وتحريم إحراقها وتبديدها وإتلافها بأي نوع من أنواع الإتلاف لموت يجكين بهماش وحرام بيدنا در خوادي خلقي نخوان بيخونا در خوادي خلقي تريبا أدرس أخوين يقوى بيها بكاسي كتر نعم أدرس نيا أي بس أن بيبي سوتيني پاشا پاشا دا بشيكا تيايا باري بهر جورة جورة كان تيايا بردن بيكار حراما لأدا كعبو سوتان دنكو خوادن در خوادي خلقي تريبا پاشا پاشا كاو توزعي كاو بيباب بهدريبا هم هرشين يكسان النقل تيار قال خواتنا كفرقينية هرتيا بردنا لأن هذه الأشياء تساوي أكلها ظلما في أن كلا منهما منها اعتداء على مال القاصر العاجز عن دفع الاعتداء شو كهم يكلا معنا هم مشتانا يكسان النقل خواتنا كعب ظلم شو كهم أمانة هلش كنا سر مالي كسكي هتي وكناتوانه دستي وينين الدفاع كلا مالك إخوي فيكون النص المحرم بعبارة أكل أموال تما ظلما محرما إحراقها وتبديدها بطريق دلالته كأول دقيقة يصالح حرام بإخواتنا كي حرام هل دقيقة قال سوتاني حرام دابشكني حرام بطريق دلالته دلالة النص يعني معناه كشيء مفهومية وهنا المفهوم الموافق المسكوت عنه مساوي للمنطوقي دل كول يدا أو معناه كور ما قلتوا هاو معناه ومنطوقك إلى شيء لحكمك أو مسكوت أو مسكوت عنه الآن دقتشيا كمارش كيت معنيتيا إخوالي بدنجوا. الآن داينا وبوشي بعقل إما دري بيانين. كم تري لو فكاه بس كدوا أو كان تري بجيش تبو كي بإما. لباس من دارك مالتي وكا أكلك يبو هناين. باقي تري بجيش تبو كي بإما. بيلا مسكوتوا عنه اللي بدنجوا. لباس خاطي بعقل إنسان كان خوان قرن بشوينا بيدوسنا.
استاین سروی باشه فرقی نیوانی دلالت النص و نیوانی قیاس چیه؟ لونی مدل ما مصادیق خو ما کوکو قیاس وای. اما قیاسی ضرب کین نسات چی؟ سر اف. قیاسی شتم کین نسات چی؟ سر اف. قیاسی احراق کین نسات چی؟ سر اکل. اما قیاس نیه. بناو ناو دلالت النص. عليه والفرق بين دلالات النص وبين القياس أن مساواة مفهوم الموافق لمنطوق النص تفهم من جرد فهم اللغة من غير توقف على اجتهاد واستنباط. على فرق كما أعمل لرد دلالتها تجشتني معناك بو منطوق مفهومك بوش أو كلي بيدن بوكيا بخودي لغة بخودي خبن ريدك يقتل لدك كلي تيكي فيز باجتهاد وترامان واستنباط ناكا اگر كسب حل لغي على يزانه كوتي خوافمه لا تاكل امالتان او ظلمات تيگشتو اگر خوادري با خوي دروز نبه سوتاني شهد دروز ديه اگر كسب توز عربي بزانه كخوافمه لا تقول لهما اوفين بزانه اوف حرامه باولات رجلي دان حرامه ايشي ناوه اجتهادي بكا بعقل يسر يزانه كذلك عقلية اس عقل في دلي اعمج لقال حرامه بلان لا قياسة. وأما مستوى المقيس للمقيس عليه فلا تفهم جرد فهم اللغة دي. فقالك قياسة كين حتى أنا بخلي لغة نازني بلا عنده أنا إنسان الحكمة. كاتب مثلاً وتيو أنا والله مثلاً أجا خمر بمسي بي قشرة بتريبي عبي تريبي وكلا بدان ضاو تلشابي. أي باشا أجا خد ما دابين تلشي أي خد ما جو كم مثلاً هين وتعني خا تريب. قاعد يخوي خمر لزباني عربية بتريابه توا. دوشابي تريبوا. آیا گوشرایی خود ماجو کتری و عل حکم که؟ اما مثلاً به زنای دلش پیدا کرد زن آیا من علت فاقی کادو زن آیا مثلاً ایش سرخوش کنی هیا؟ انسان سرخوش که نخورای نزن را خود خو خراب لان دوانی اکسانن. پیزی به تیرامان هیا. ابی بیار بله سبب چیه مثلاً ام دوانا رانکان لیگشه تامکان لیگشه باشه شوازی درست نکان لیگشه یا علتی سرخوش نگرد نکیت یا اتی وگه آشه داوکو آویلی ده. لیست لقیاس تا به لغت نگی. فیضی بچی هی؟ شو معنا کن جواز؟ آو نامی نبیده؟ آو نامی خمره؟ این نبید کاری خوی خورا و تو آن هم پاشا کن نبید یا نه و؟ اوی که مثلا علما صحابه خوا عرقان خواهد شرایط خواهد شرایط که نبیز بود نبیز در دخول ما در اسکی داره. دان ناو کو شربت شیرین و خوش بود ولی نه تو دحمر حالی خمره و تاثر خوشی که. اول سیله هی که علی صحابه نبي ذي عنه وخلفاء نبي ذي عنه ونبي ذكاء ويا لما تقول شو عزنا والله عرق أبي جوك وعرق وابو بلام دواي حرف سير من دان أنا ما وياك دوا تيفر وبسلاك وخميل يا صحابة ما عندك قلتو زمان حرام بل لا بد من اجتهاد في استنباط العلة في المقيس في حكم المقيس عليه وفي معرفة تحققها في المقيس بس ما كله في شباس قياسة في سك اجتهاد كباس علة تقدر بينه لما قيسوا عليه قياس بس آية قياس بس كلاوكا تعلتي جيها وقياس كلاوكا وعلتي تيايتي عينية جام جافان قياس كوكا برام لدلالتها حرب أخوان نوكي يسكت بيس بيشكي بيسي خلاوتي يريد هج نقياس يوينا في ني استنباط يوينا تيرامان يوين أما نموني لنصفة نموني شي لناتو لقانون مصرية شان نموني كي ناتو نموني كان قانون طاو كان يكمان ولا ضروري مثلكم مثلا معلومات هنا ضروري انا رايش بس لا باش غير من الغايه باش غير من الغايه تنافس بو كلين نمونه بو تطبيقات تيجيش نكي هنا يجيش من فينيا او انا حذكي فرين او قانون انا وهذا طريقه تاعي وهذا هذا طريقه تسبيق من دعائي هذا فريق الدلاله بالا بالا رحمة الله علينا لرا راوسين إن شاء الله بو حطي داعات ورحمة الله علينا وعليكم إن شاء الله كابناي مفهوم ومفهوم وشوي بيشلون دلالة بيشلون مفهوم مفهوم النص بيشلون دلالة معنى سيبر معنى ظلي أو معنى كالسيبر دقاقوها ولا يجري شارع وبلا قبنا من السيبر عند السيبر على تعليقه لتوزك أعواب حال
لا يكيب لا يكيب جاني حالي جماعة عبادتنا عشان بوجه سر وثنائي رأيته فنوع من ربك حتى يأتي لليقين يقين المتأول رأيته إنا عبادتنا راس كبا جماعة يقين المتأول تنائي وعليكم السلام ورحمة الله بلا قربان لا بس ما يقدر إذا كان فاتح رزقك يا أخو. تقبلتها. بلى تقبلتها. كم عاد القربان؟ كاك سلمان سلمان كيه يلا سلمان كيه والله يخوفي هناك ده خدمة عم